ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي هنروح للعاصمة الفرنسية باريس، اللي زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة وزي ما حضراتكم طبعا عارفين كويس شهدت أحداث مهمة جدا، أكتر من قمة، وكان في حضور مصري لافت في رأيي إن هي واحدة من أهم الزيارات الخارجية للرئيس السيسي على الإطلاق، ومش بقول أهم، بقول واحدة من أهم، لأن في كل التحركات الخارجية محسوبة جدا للرئاسة المصرية، لكن هذه الزيارة كانت فيها رسائل في كل الاتجاهات. يمكن العنوان الكبير أفريقيا، لكن كمان القضية الفلسطينية وتفاصيل كتيرة كانت موجودة. فرنسا العاصمة الفرنسية باريس كانت الزيارة أساسا بسبب استضافتها لقمة، قمة دعم الاقتصادات الأفريقية بحضور زعماء أبرز الدول الأفريقية. الرئيس السيسي كان حاضر وبقوة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في نهاية القمة أن المجتمع الدولي بيعمل على توفير 100 مليار دولار لدعم تعافي اقتصاد أفريقيا من تداعيات جائحة كورونا. الرئيس السيسي في كلمته قدام القمة ركز على قضية توفير اللقاحات، لقاحات فيروس كورونا للشعوب الأفريقية، إيجاد آليات تمويلية لمساعدة الاقتصادات الأفريقية على النمو من خلال المؤسسات الدولية. كمان كان في قمة عن الشقيقة السودان ومساعدتها إزاي للانتقال في الفترة الانتقالية، قمة مصرية فرنسية، قمة ثلاثية الرئيس السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس ماكرون بخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. تفاصيل كتيرة جدا، زخم لزيارة كبيرة ومهمة. معانا من العاصمة الفرنسية باريس عبر سكايب الأستاذ هلال العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير.